بالنسبة لآيات اللي بتسرح كتير في الصلاة وبكل الأفكار الشاردة والواردة بتأتيها من كل حدب وصوب أثناء الصلاة، فهي تعمل إيه؟ يا آيات نستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا ونتهيأ للصلاة. إذا بتكتر قوي لا مانع أننا أكثر من ذكر الله قبل الدخول إلى الصلاة، وأقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أقراها كده، أتوضى وأقعد أقراها في المصلى بتاعتي، المكان اللي حصلي فيه، أقرأ المعوذات الثلاث. إحنا من السنة أنه الإنسان يقرأهم عند الصباح وعند المساء من الوصايا النبوية الكريمة، ولا مانع أن يزيد الإنسان من قراءتها ما إذا استشعر ذلك الإنسان أنه في حالة من الوسواس الشديد جدا والاضطراب الشديد أثناء الصلاة بفرط المشكلات والأفكار اللي بتأتيه. وربنا قال واصطبر عليه، ده معناه إنها حالة جهاد، أنت مع كل صلاة بتروح تصلي بتجاهد أفكارك، بتجاهد وساوس نفسك، بتجاهد ما يوسوس به الشيطان إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأبدانا خاشعة في كل صلاة وفي كل وقت وحين. يا آيات،